بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما إن الله عزيز حكيم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليذهب
ذلكم
خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله سيئاتكم ويغفر لكم. والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا
إن
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله والله على كل شيء قدير إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وإن
ولكن الله
الدنيا والله يريد
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا وبينهم
والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إن الله بكل شيء عليم